السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والعافية والسعادة والسرور. أحبابي الكرة، أرسل لكم هذه الصورة من وادي العرضي. كما تشاهدون يا أخوان، السيل غزير اليوم، سيل عرمرم حقيقة ما شاء الله. يمكن هذا خامس أو سادس سيل والله، يعني ابحث عن الجمال. هذا الأيام تجده في العرضي مع الأمطار، تجد الجمال في العرضي يزداد. أي والله يا أخوان، حبينا نرسل لكم هذه الصورة. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. أخوكم عبد الله أحمد حيدان من حي الفصيلة ومن على ضفاف وادي العرضي. باب الكرام الحاجة لرسالتي السابقة، هذه الرسالة الثانية من أسفل من القيفة الحقيقة أصور. وكما تشاهدون الجبال الهنا بالقطاة ومشعوف والرشاح، حقيقة لازال الوادي يتحدر من الأشفيات، لكن الصورة لم تجي بالحقيقة، ما بتلتقط الصورة اللي الآن. السيل يأتي الآن من شعفة السوداء وجانا هنا على المنطقة هذه، لو قلبت الأرض بالسيل. هذا السيل مفرع حقيقة، وإن شاء الله تعالى أن الأمور تزين. وذكرنا بالأيام اللي قد مضت، أيام الأمطار التي افتقدناها. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والله يا أخوان مناظر جميلة. من يبغى الحقيقة يستمتع فليتمشى في العرض هذه الأيام، يلقى ما يسره. يعني الغيل قبل المطر سيل بذاته، سيل سيل حقيقة. هذا الغيل الحالة، إنما السيل اللي تشوفون ما غير كمل عليه شوي وآتى الحقيقة الخير. يعني السيول هذا أعطت العرض جمال على جمال. تحياتي للجميع.